يا صالح لقد أوجعت أم أنس وأباه في طفلهما الرضيع، أفتراه يكون لك في الآخرة الشفيع؟ ولقد سفكت دم الشيخ الهرم عن العرام، وما علمت أنه بدعواته التي وجهها إليك كان خير رامي. لقد خطفت منا المئات ولم يسلم منك الأحياء ولا الأموات، أما تخشى سوء الخاتمة وقرب الممات؟ يا صالح لقد أدميت قلوب اليمنيين على شهيدات المصلى. يا صالح لقد أدميت قلوب اليمنيين على شهيدات المصلى، تفاحة وزينب وياسمين، فهل تراك بذلك أصبحت من الناجين السالمين؟ يا صالح لقد قفلتنا ركعا وسجدا، فهل ترانا نقبلك بعد اليوم علينا سيدا؟ يا صالح لقد أكملت ثورتنا شهرها التاسع، فهل لك في ولادة دون جراحة؟ وبلغنا الجمعة الأربعين، فهل لك في رحيل دون وقاحة؟ يا صالح اليوم دنيا وغدا آخرة، أنت اليوم تتربع في قصر السبعين، وغدا تضيق بك حفرة المتر والسبعين. اليوم يحيط بك الحراس والخدم، وغدا يأكلك الدود من الرأس إلى القدم. يا صالح إنا نذكرك بالله وبالوطن والرحم التي بيننا وبينك، إنا نخوفك بالله والنار، إنا نحذرك السجن والمحاكمة، فتذكر ما شئت وخف مما شئت واحذر ما شئت، والله حسبنا ونعم الوكيل. ومسك الختام هو الدعاء، وهو رسالتنا إلى رب السماء. فيا معاشر الثوار والحرائر، إني في ختام خطبتي داع فأمنوا، وإلى الله بقى